السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكانكم مشاهدينا الكرام أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة. قال ناشطون إن ميليشيات طائفية متنفذة أقدمت على إضرام النار في مسجد عمر بن الخطاب وسط قضاء طوس خرماته شرقية محافظة صلاح الدين، وذكر ناشطون أن عناصر مسلحة تنتمي لميليشيات متنفذة قامت بإضرام النار في المسجد الواقع في حي جميلة وسط قضاء طوس خرماته، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية جسيمة بالمسجد، مشيرين إلى أن السلطات الحكومية رفضت التعليق على الحادث. لنشاهد. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. تتعرض العديد من المساجد في مناطق مختلفة من العراق لاعتداءات متكررة وبنسق مرتفع خلال الفترة الماضية، دون أن تصدر من السلطات الحكومية أي إيضاحات بشأن أسباب الهجمات أو معلومات عن القبض على الجنات. وقبل ساعات من حريق مسجد عمر بن الخطاب في قضاء طوس خرماته، اندلع حريق مماثل في جامع الصديق رضي الله عنه في المجمع السكني بقضاء الدور التابع لمحافظة صلاح الدين، والتي شهدت كذلك تجاوزات عديدة على سكان المحافظة خلال الساعات الماضية على خلفيات طائفية. طبعا لم يتسنى لنا معرفة أسباب الحريق، إلا أن مصادر محلية أكدت تورط ميليشيات بالضلوع في إضرام النار ليلا في هذا الجامع وسط صمت حكومي مطبق. لنشاهد. ما نقول غير إنا لله وإنه راجعون، وهذا قدر الله علينا في ابتلائنا في حريقة مسجدنا هذا، بيت من بيوت الله الكرام. فما نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. لقد أصبنا بصدمة أدمت قلوبنا، وقد تكالبت علينا أحزان لأنها حرق من أحد بيوت مساجد الله. فقد في الساعة 12:00 من ظهر هذا اليوم، يوم الاثنين الموافق 12/6، قد أبلغنا من المواطنين بوجود دخان يخرج من الجامع، جامع الصديق في المجمع السكني في قضاء الدور في محافظة صلاح الدين. وقد اتصلنا بالجهات المسؤولة وبفرقة الدفاع المدني وجزاهم الله خيرا، ولبوا طلبنا وأجونا مسعفين مسرعين بإطفاء الحريق. ولكن مصيبتنا في جامعنا كبيرة، لأنه تعرض إلى أذى كبير. لذا نرجو من كل من يسمع قولنا ويسمع كلامنا أن يهب لمساعدتنا بإعماره بجهود الخيرين. ولقد تعرض هذا الجامع مسبقا إلى دمار، وبجهود الغيارة وبجهود الناس أصحاب هذا المجمع الكريم أبناء محافظة صلاح الدين تكالبت جهودهم، وقد أثمرت جهودهم بإعماره وإعادته كما كان عليه. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين. مصطفى يقول: الله يعديها على خير بردا وسلاما إخوتنا في تكريت. أبو السلطان يقول: إن شاء الله ماكو شيء، الحمد لله على سلامة المصلين. مصطفى يقول: والتماس الكهربائي ما إجا إلا على الجامع، مصدقين كل شيء ينشر على إعلام الحكومة. ويونس يقول: هذا التماس يا لواء يا فصيل يا سرية. طيب نستمع إلى رأي السيد أبو سمية من الأنبار. تفضل يا أبو سمية، حياك الله. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد الكريم يوصفنا هذا الخبر الذي اتضح من خلال غيره أن نهج الحكومة الطائفي مستمر لا محالة. نعم. وخصوصا بعد أن تكسرت أجنحة أهل هذه المحافظات كالأنبار وصلاح الدين ونينوى
لاحظوا أن هذه المحافظات قد مرت بظروف تكسرت أجنحتها على أثرها. لذلك هم بدأوا يلعبون على الوتر الطائفي عندما رأوا أن الناس قد ضعفوا وللأسف. وأنا أخاطب المراجع النجف، أين استنكاراتكم وأين تنديدكم وأين مواقفكم؟ أما الحكومة فيصدق عليها قول الشاعر: وعين الرضا عن كل عيب دليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. سيد أبو سمية، يعني سؤالي لو سمحت، ذول اللي موجودين اليوم بالعراق اللي يتكلمون عن حماية المقدسات، هذه الميليشيات التي أوجدت نفسها تحت ذريعة حماية الأماكن المقدسة، المراقد وبيوت الله وغيرها، ليش نشوف ميليشيات موجودة بسامراء تضايق الناس تحت ذريعة حماية المراقد الدينية أو حماية الأماكن المقدسة، في حين من لقى نفس هذا السلاح يوجه لحماية بيوت الله الموجودة في نفس المحافظة أو في محافظات أخرى؟ ليش الجوامع تحرق في محافظات بعينها؟ سيد الكريم، المقدسات معنى ذو وجهين. إذا كانت هذه المقدسات يرضى عنها حزب ميليشياوي معروف، تقوم الدنيا ولا تقعد إذا تجاوز أحد على هذه المقدسات. أما إذا كانت المقدسات تابعة لمحافظة معينة ولمذهب معين وتابعة لحزب معين ضعيف، فهنا الاعتداء عليها اعتداء مشروع، ويمكن غض الطرف عنه، لأن الطائفية عند حكومة الميليشيات واضحة مثل الشمس. وشكرا. شكرا جزيلا لك سيد أبو سمية من الأنبار للمشاركة. ننتقل بكم مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا ضمن مواضيعنا في هذه الحلقة. تتواصل عمليات استيلاء الميليشيات المرتبطة بأحزاب سياسية متنفذة على المباني والعقارات الحكومية وأخرى خاصة بالمواطنين، وبالرغم من بيانات البيانات والتصريحات الأمنية المتكررة بشأن فرض الأمن في العاصمة بغداد. طبعا هذا الأمر يثير قلقا واسعا لدى السكان، فيما يرى مراقبون أن حل هذه المشكلة لن يتم إلا بتدخل حكومي رادع لهذه العصابات المرتبطة بالميليشيات المسلحة التابعة للأحزاب في بغداد. ناشد مواطن الجهات المختصة لنجدته بعد تهديده من قبل ميليشيات تسعى إلى الاستحواذ على منزله في ظاهرة جديدة باتت تهدد أملاك العراقيين. لنشاهد. وناشد رئيس الوزراء، وناشد وزير العدل، وناشد وزير الداخلية، وناشد وزير الدفاع، وناشد جهاز رئيس جهاز الأمن الوطني، وناشد رئيس جهاز المخابرات. أنا ما عندي غير الله وأنتو. هذا البيت اللي يدون يغتصبوه من عندي جماعة، البارحة جوا عليها مسلحين حوالي 150 شخص يدون يغتصبون بيتي في حي القادسية محل 602 زقاق 14 دار 79، وهددوا وتوعدوا، وهم صارهم فترة يتهددون يتوعدون بي ويقولوا لي إلا نأخذ البيت من عندك غصب عشائريا. أنا ما عندي شيء، ولا عندي عشائر، ولا أعرف أحد، ولا حتى عندي عشيرة. أنا وين أروح؟ أنا ما عندي غير سماحة السيد مقتدى الصدر. يهددوني بناس متسلطين، وهذا بيتي، ناس متسلطين من منطقة الكاظمية. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. في غضون ذلك تزايدت في العراق حالات التزوير التي يتم من خلالها بيع عقارات وأملاك إلى أشخاص آخرين دون علم أصحابها الحقيقيين، وبالاتفاق مع محامين وموظفين في أقسام التسجيلات العقارية. وانتشرت عمليات التزوير في العراق إلى الحد الذي باتت فيه الأجهزة القضائية عاجزة عن إيقافها، بعد أن باتت شبكات التزوير تستخدم الطرق القانونية الرسمية للتزوير وسرقة المال العام والخاص. أخطر عمليات التزوير التي كثر عنها الحديث في العراق مؤخرا هي عمليات بيع الأملاك الخاصة للعراقيين دون علمهم وبأثمان باهظة. السطور الآتية تغوص في عمق عمليات التزوير وتكشف خيوط المزورين وطرقهم وكيف تتم عملياتهم وآلياتهم ومدى احترافيتهم. طبعا في هذه الأثناء وجهت عائلة من منطقة العطيفية في بغداد مناشدة لإنقاذها بعد إقدام ميليشيات متنفذة بتزوير عقد لبيع دارهم وتهديدها إياهم بمغادرة الدار بقوة السلاح. ستشرح هذه السيدة وستتحدث عن تفاصيل هذه العملية والتهديد الذي نفذته هذه الميليشيات بإطلاق النار من أجل إجبار أصحاب هذا المنزل على مغادرته.
أمة الإسلام. ناس تهدد بيوت العقار، وين وزير الداخلية؟ وين وزير الداخلية يشوف دول الناس دي يغتصبون بيت المرأة؟ جوارينا بالعطيفية مزورين وكالة بيع وشراء ودي يهددون هاي المرأة، ورئيس وزراء وزير داخلية محتاج احنا مناشدة هسه، اريد يوقفونا هسه. شوفوا الناس ايش صارت فتوات، راحت زمن هاي المرأة المسكينة، هذا بيت اهلها وجدها، يلا اريد وزير داخلية يوقفنا هسه. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. طه يقول: اي وين الحكومة؟ صدق كذب هاي الناس طلعت من الطريق؟ وليد يقول: هذا مو بلدي عاش بي ابدا، هذا غابة مال وحوش، صاير الفقير ينأكل ويروح او ينكال ويروح. ياسر يقول: عجيب البيت، اريده اخذه بعقود مزورة، وعينك عينك. وأم علي تقول: وين الحكومة تشوف وتحاسب؟ وين الحكومة؟ أبو عمر من بغداد تفضل، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد المحترم، وتحياتي لقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف دور الميليشيات، هاي مو فد شيء عجيب إنه يعني ناس يهددوهم أو يخرجون من بيوتهم. هم سووا يعني الأقوى من عدة من هاي الأمور اللي صارت عدة من 2003 لحد الآن. يعني من ضمنها يعني نقدر نقول بصورة عامة حرق المزارع وحرق البساتين وحرق وتجريف البساتين عندنا اللي صارت، والمزارع الحنطة والشعير حرقها، وتدمير أحواض الأسماك، وكل هاي الأمور. فمو غريبة إنه يهجرون مواطن من داره. يعني هاي الحكومة اللي إحنا نعرفها هي حكومة مو ذات سيادة، ذات وطنية، ذات قوة تمنع هاي الأحزاب وتحاسبهم. هذولا يروحون على مجموعة ناس، سواء إذا كانوا من أبناء العامة أو ناس يعني ما عندهم ظهر وما عندهم قوة من ضمن هاي الأحزاب اللي عندهم، فيروحون يهددوهم بالسلاح أو بيع هذه الدار اللي مثل ما صارت عندنا بالمناطق بغداد. يعني إذا كان محافظاتنا وإذا كان نسمع اللي عليهم بالكرادة وبالجادرية، يعني كثير ناس هددوهم وطلعوهم من بيوتهم أو قتلوهم أو كل هاي الأمور اللي صارت، واستحوا على أملاكهم ومزارعهم وعمايرهم وكل خيراتهم اللي أخذوها من عندهم بحجة القوة والقانون اللي هو القانون اللي فاشل، اللي ما أكو عندنا هيك قانون بالعالم إنه يستحلون على بيوت الناس وأموالهم ويعني وحلالهم ياخذوها باسعار يعني جدا رخيصه. يعني اذا كان المتر يسواله 25 ورقه ياخذوه من عندهم بورقه. فهذا كل اشياء باطله، يعني تعرف بها الطابو. شنو دور رئيس الحكومه العاد، هذا اللي صدعوا رؤوسنا عنه بوسائل الاعلام، والمرحله القادمه مرحله الشيع السوداني اللي تختلف عن سابقاتها واللي بزمنه حتتغير الامور نحو الاحسن. طيب وين الإيجابي الملموس على أرض الواقع؟ هاي الحالات هسه موجودة في زمن السوداني وإحراق المساجد اللي عرضناه قبل شوية، وكافة المشاكل بعدها موجودة على حالها. شنو التغيير الإيجابي اللي صار في زمن السوداني حتى نقول يا بئي هذا يختلف عن من سبقوه؟ أستاذ محمد، كل ما تتكلم أي رئيس وزراء، إذا كان محمد الشيوعي السوداني أو الكاظمي أو اللي قبله، هذول من يتكلمون يعني يثبت للعراقيين بأنه إحنا حكومة ونصدر هيك قرارات ونمنع هيك ناس اللي متجاوزين القانون والسلاح المنفلت. طيب انتوا تعرفون الاشخاص اللي هو من عندهم السلاح انفلت اللي قاعد يصير من ضمن هاي الاحزاب ومن ضمن هاي الميليشيات؟ الكاظمي نعرف كل الزين من هددوه وراديو يقتلوه ايضا نفسه بمنطقه الخضراء، وضربوا عليه هاونات القذائف، وعرف هو الشخص اللي من هم. هذا كل شيء ما سواله. فاستدرج من محمد السوداني بانه احنا حكومه واحنا كذا ونسيطر على الارهاب ونسيطر على كل من يهدد امن زعزعه البلد، وهذا احنا بلد ولازم نكون قوات الامنيه متواصله به. طيب انت تعرف صارت جرائم عندنا كثير، يعني احنا صارت بالحله وصارت مجازر، انه اكثر من هاي المجازر ما كان لا انت ولا الكاظمي. نعم، انا اشكرك يعني. اشكرك سيد ابو عمر من بغداد، وصلت الفكره. نكمل مشاهدينا الكرام ما لدينا من مواضيع، ونصل بكم الان الى ملف الانهيار الامني في العراق.
طبعا هذا الملف الشائك والمعقد والذي يؤرق حياة العراقيين والذي يقود إلى هذه التجاوزات التي عرضناها أو سنعرضها بعد قليل. طبعا تشهد محافظة ميسان منذ أيام تصعيدا أمنيا على خلفية مقتل الشيخ عشيرة وإصابة 3 آخرين بهجوم مسلح وسط المحافظة. قالت مصادر محلية أن مسلحين مجهولين فتحوا النار على سيارة نوع جكسارا كما يعرف محليا أو GXR تقل 4 أشخاص من شيوخ عشيرة آل زريج في حي القاهرة وسط محافظة ميسان. أضافت المصادر أن الهجوم المسلح أدى إلى مقتل الشيخ قيس جاسم آل مذكور الزريجاوي وجرح كل من الشيخ نوار محمد شثير ومحمد رعد الشواي ورعد الشواي الزرجاوي. طبعا دعونا نشاهد اللقطات التي صورت لحظة الهجوم على العجلة التي كانت تقل هؤلاء الشيوخ. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع. طبعا تؤكد مصادر أن هذا النزاع الذي قاد إلى حدوث إطلاق النار الذي شاهدتموه قبل قليل يرتبط بتصاعد الخلافات ما بين التيار الصدري المهيمن على محافظة ميسان من جهة وبين دولة القانون بزعامة نور المالكي بسبب قرب هؤلاء الشيوخ من رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي. بينما تشير مصادر أخرى إلى أن هذه الحادثة مرتبطة بمقتل تاجر مخدرات في مدينة العمارة يدعى سيد جعفر، وقد جرى اتهام عشيرة آل زريج بقتله، ما دفع عشيرة جعفر إلى قتل أحد شيوخ عشيرة آل زريج ردا على مقتل جعفر. وعلى خلفية الهجوم انتشر عدد كبير من أفراد عشيرة آل زريج في شوارع ميسان وأطلقوا النار في الهواء وسط غياب تام للمظاهر الأمنية في مشهد يدلل على حجم الانهيار الأمني وفوضى السلاح في العراق. لنشاهد. نكمل مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. في غضون ذلك طالب شيخ عشيرة آل زريج حيدر محمد شثير وهو نائب سابق عن دولة القانون بزعامة نور المالكي، طلب من رئيس الحكومة الحالية محمد الشيع السوداني خلال اتصال هاتفي بفرض حظر تجوال في مدينة العمارة بمحافظة ميسان على خلفية مقتل أحد شيوخ العشيرة وإصابة شقيقه. وكشف كثير خلال الاتصال الهاتفي أن الوضع في العمارة متأزم جدا وسط توقعات بعدم السيطرة عليه، طالبا من السودان أيضا إرسال قوات أمنية لتعزيز الأمن في المنطقة، فيما استغرب رواد مواقع التواصل الاجتماعي من طلب نائب سابق فرض حظر تجوال من القائد العام للقوات المسلحة الذي يفترض أن يبادر بنفسه لتقدير الموقف الأمني بدلا من الاستجابة لطلبات شخصية. لنستمع. أتمنى إن شاء الله دولة الرئيس الوضع تدري خوالك آل زريج شوية منتفضين، عندهم شيخ انقتل وأخوي مصوب، الوضع متأزم هسه، سيد فيصل بن سيد طاهر بن سيد صروط يقولون مدقوق، فما نعرف أكو ناس تصيد بالماء العكر. فأنا اللي أرجو منك يعني اليوم تعلنون حظر تجوال بالعمارة، تبعثون قوة تعزيزية للعمارة، لأن الوضع كلش مو زين، كلش كلش، وخاف ما نقدر نسيطر عليه، ويعني احنا محاسبين امام الله وامام الناس يعني. اي والله دولة الرئيس انا هذا طلبه وانا اشكرك. نتابع تعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشان هذه المقاطع. ابو وسام يقول: الشيخ من اتصل بالسوداني وقال له نريد فرض حظر تجوال، السوداني ما فكر بان القوات الامنيه غير قادره على حفظ الامن بسبب السلاح المنفلت، وبنفس الوقت ماذا سيأخذ من إجراءات أو سيتخذ من إجراءات مستقبلية لهكذا حوادث تنعكس سلبياتها على غلق الطرق وغلق دوائر الدولة؟
عمار يقول بسبب ضعف الدولة أصبح انعدام الخوف من القانون لدى القبليين بعد 2003، عامل الخوف يقضي على التمرد ويجبر السلوك على الالتزام بالقانون. أحمد يقول دليل على أن الوضع بميسان فالت ولا تدري به الحكومة ولا تقدر تسوي شيء، والمواطن هو يقدر الحالة ويبادر يدور حلول لنفسه ويناشد. علاء يقول يعني مواطن يطلب حظر تجوال دين بالنسبة للقادة والرتب شنو دورهم؟ زين عفوا، يعني مواطن يطلب حظر تجوال زين بالنسبة للقادة والرتب شنو دورهم؟ هكذا يتساءل أحد المعلقين. معنا السيد أبو عبد الله من صلاح الدين، تفضل يا أبو عبد الله. عفوا، عبد الرزاق من بابل، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، بالنسبة لهاي التصرفات اللي يعني صراحة معيبة من قبل العشائر، وتعرف أنت كل زين العشائر من تتدخل بالأمور القضائية، تتدخل بال يعني الأمور مشاكل هواية بالمجتمع، المجتمع يتحول إلى فوضى. لأنه إحنا هسه اليوم إحنا جاي نشوف بأنه السلطة القضاء ما لها أي دور، يعني اللي جاي يتحكم بالبلد هي سلطة العشائر. ولما ينفتح المجال لسلطة العشائر البلد يتحول إلى يعني فوضى، وما ما ماكو أي سلطة عليها، وهذا غلط. يا أستاذ محمد، هاي النتائج مال الفوضى ومال العشائر. المفروض إحنا لو نحترم القانون والقضاء ونسلم للقضاء والقانون، أما مو العشائر هي اللي تتحكم بأمور البلد. يعني شوف هسه العشائر هي اللي يعني لازمة للحدود، هي اللي يعني عن طريق الميليشيات مالتها، يعني هي الميليشيات منين هي مدعومة؟ مدعومة من العشائر، مدعومة من الحوزات الدينية، خلينا نكون صريحين واضحين أستاذ محمد، مدعومة من. فشوفهم لما يتقاتلون بيناتهم هاي العشائر يستنجدون بمن؟ بالقضاء. يا أخي ما أنت من البداية تركوا هاي الفصول اللي ما أنزل الله بها من سلطان. إحنا يعني إحنا بيا زمن إحنا جاي نعيش، وتفضل يا جاي رجعونا يعني العصور الحجرية، يعني لا قضاء يحترموه، لا قانون يحترموه. هم اليوم لسان حال المواطن سيد عبد الرزاق يقول اللي عنده عشيرة قوية تسند ظهرة ما يخاف لا من رئيس وزراء ولا من أي أحد، حتى ما يخاف من الميليشيات. إذا عنده عشيرة تحمل سلاح وظهرها قوي أو ظهرها قوي بهذه العشيرة، لأن اليوم بالعراق أصبح القانون السائد واللي يجيب لك حقك هو قانون العشيرة القوية، مو أي عشيرة. لازم يكون عندك عشيرة لها ثقل، لها سلاح، عندها سلاح، وبالتالي أنت تضمن أنه ما حد يقدر يعتدي عليك، وإذا اعتدى عليك أحد تقدر تأخذ حقك. حولوا العراق إلى نظام قبلي بهذا الشكل، يعني العشيرة هي اللي تحكم، وصار الموضوع فوضى. لعد ليش داكو دستور ومحاكم إذا العشيرة هي اللي تجيب الحق وهي اللي 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 تفرض نفسها بقوة سلاحها؟ شوف أستاذ محمد، المجتمع العراقي يعني من لا حقبة الثمانينات لا كانوا أكو ناس عتها ثقافة عتها وعي، لكن من التسعينات فما فوق الثقافة العراقية داخل المجتمع العراقي أصبحت ضحلة ومعدومة. فهاي النتائج مالتها من التسعينات لحد الآن، وشوف الناس ترجع للأمية. يعني أنا راح أضرب لك أبسط مثال أستاذ محمد. قبل فترة بالسماء ومات شيخ عشيرة، وإذا انقلبت الدنيا، حرقوا لك الدنيا. أدري يا أخوة شنو اللي قدمه؟ أدري نيوتن هو شنو اللي قدم البلد حتى على موت هذا اللي شو اسمه؟ صارت حرب عالمية توفى هذا أبو العمارة، هذا اللي هسه جاي المعارك اللي تدور بالعمارة. إنسان مجرم وإنسان يعني فيلسوف شو اسمه بالتهريب والمخدرات. يعني مو تكون إنسان يعني محترم وشوف التشيع مالته وهذه، وكأنما إنسان إلى فضل على العراق والعراقيين.
هذه الاخطاء منين تنبع؟ طيب. تنبع من المجتمع. نعم. المجتمع اذا ما يكون واعي، المجتمع اذا ما يثقف، اذا ما يعني يخضع الى سلطه القضاء والقانون. واللي المفروض ايضا المفروض قبل لا يخضع المواطن يجب على الدوله ان تفرض القانون على الجميع، مو تفرض على الفقير اللي ما عنده ظهر، تفرض تبدا من الرؤوس الكبيره، تبدا من شيوخ العشائر، تبدا من زعماء الميليشيات، تطبق عليهم القانون فعلا، بعد ذلك المواطن سيرضخ بشكل لا ارادي. شوف استاذ محمد، خليني احكيها لك ويسمعوني الاخوه. العراق اذا ما يتخلص من اثنين والله ما يصير براسه حرب ولا يصير براسه خير. الحوزات الدينيه والعشائر. اذا ما يتخلص من سلطه العشيره وسلطه رجل الدين والله ما يصير براسه حرب ولا يتطور. تفضل كل التخلف وكل الامور السلبيه عن طريق العشيره وعن طريق رجل الدين اللي يحاولون. نعم، شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق من بابل، اشكر حضرتك. وصلت الفكرة. دعونا نقرأ بعض الرسائل التي وردت. يقول أحد المشاركين: السلام عليكم، بشأن حرق المساجد أو المسجد في صلاح الدين، كلنا نعرف وأنتم تعرفون هناك مرتزقة من أهالي صلاح الدين يتبعون إلى فصائل، والناس اللي تحمي سامراء لولاهم كل سنة لتفجرت سامراء والعقل يفهم. هكذا يقول أحد المشاركين، يتهم يقول بأن هناك مرتزقة من أهالي صلاح الدين يتبعون إلى الفصائل، والناس اللي تحمي سامراء لولاهم لكل سنة تفجرت سامراء والعقل يفهم. هذه وجهة نظر شخص بشأن الحرائق اللي تمت في مساجد ضمن محافظة صلاح الدين. يقول بأنه لولا الذين يحمون سامراء لكل سنة تفجرت سامراء والعقل يفهم. من هم اللي يحمون سامراء؟ وليش اللي يحمون سامراء واللي لولاهم لتفجرت هذه المساجد كل سنة؟ ليش ما يحمون باقي المساجد؟ ليش ما يحمون دور العبادة بيوت الله من الاعتداءات؟ لماذا تجري هذه الحرائق في محافظات عراقية وليست فقط في محافظة صلاح الدين؟ إذا هم ما شاء الله هم اللي فارضين الأمن والأمن مستتب بوجودهم، ليش ما يحافظون على باقي المناطق المقدسة والأماكن المقدسة من الانتهاكات والاعتداءات؟ عندنا رسالة من السيد أحمد من مصر يقول: السلام عليكم أستاذ محمد، بالنسبة للذين يتبجحون بالمقاومة والممانعة عملاء الخميني الدجال لا يقدرون على إطلاق رصاصة واحدة على الكيان الصهيوني في الجولان المحتل، أما جندي مصري بطل قتل 4 جنود صهاينة وهز أركان واستشهد. طيب، عندنا رسالة من أحد المشاركين يقول: محمد من النرويج، السلام عليكم، تحياتي أستاذ محمد لكادر قناة الرافدين. يقول: تمر اليوم ذكرى مجزرة سبايكر التي كان بطلها نور المالكي الذي أدخل داعش إلى العراق وأسقط ثلث العراق الموصل صلاح الدين والأنبار، بعد أن قالها صراحة إنها حرب بين أنصار الحسين وأنصار يزيد، واليوم في ذكرى مجزرة سبايكر يقوم الحاقد ذيل الفرس قيس الخزعلي بإرسال 100 عجلة مدججة بالسلاح لواء 43 إلى تكريت بحجة حماية عوائل مجزرة سبايكر، ولكن في الحقيقة إنما هو استفزاز وإذلال لأهالي تكريت، وقاموا بإقفال المحلات ومنع مواطني المحافظة من الخروج من دورهم، ودس عناصره لإثارة الفتنة الطائفية بين الشعب من جديد بمباركة خدمهم في المحافظة أحمد الجبوري أبو مازن ومشعان الجبوري وكريم الشعلان. وأهل تكريت براء مما حصل، والدليل على ذلك أن اللجنة اللي شكلها البرلمان حينها برئاسة حاكم الزاملي أدان المالكي أولا وقادته في الموصل، وهم المسببون أو المتسببون بالانهيار ودخول داعش، لكن يعود المالكي مجددا ليحكم العراق من تحت الطاولة ويعين ذيله محمد الشياع كواجهة لرئاسة الوزراء. ندعو الله أن يحمي العراق ويذهب بمن حكمه بعد الاحتلال إلى جهنم وصقر. شكرا جزيلا سيد محمد أو أبو محمد من النرويج. نكمل الآن ما لدينا مشاهدينا الكرام. إلى محاربة الحكومة الفقراء بأرزاقهم، فبدلا من أن تجد الحكومة البدائل للفقراء وتشرع في إيجاد فرص عمل والتقليل من معدلات البطالة، تسارع أجهزتها الأمنية ودوائر البلدية فيها إلى إزالة بسطات الكسبة بذريعة التجاوز دون اكتراث لمصيرهم، في وقت تغض فيه الطرف عن العصابات والميليشيات المتهمة
بالاستيلاء على العقارات والأراضي والممتلكات العامة والخاصة. في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية التي تعد من المدن الأكثر فقرا في العراق، وجه مواطن من هناك مناشدة للجهات المختصة لإعادة النظر في إزالة بسطات السوق الديوانية وإيجاد البديل. لنشاهد. عم السلام عليكم يا محافظ الديوانية ميثم الشهد، يا مدير البلدية هاتف السويد، يعني أنتم نطيتم مهلة 10 أيام لهاي الكسبة، شيلون بسطياتهم بالقوة وطلبون قوة سوات. أنتم مثل دبرتوا بديل لهاي الكسبة 3000 كاسب في هذا السوق، ما عندكم بديل، يعني تردون تحصروهم بسوق التحدي و150 مكان 200 مكان، وهذا السوق 3000 بقالبي، وين تروح هاي الوادم؟ احنا نعترف متجاوزين بالشغل، ماكو بالديوانيه، الديوانيه منكوبه، الديوانيه تعبانه ما فيها شغل، بس البقال اشتغلوا بالتاكسي يشتغل، شوفوا لهم بديل، سووا لهم سوق نموذجي زين يحتوي هاي البقاقي كلها 3000 بقال، احنا نكيف نشيل، تحاربون هاي الوادم برزاخه، ما يصير ترى تنهلا بهاي الوادم، ذولا ابناكم، ذولا ولدكم، 3000 كاسب في هذا الشارع، وين تروح الوادم اذا شيرتوهم؟ سليب تبوك تشتغل حراميه، وين تروح هاي الوادم؟ يا مدير البلديه ميثم الشهد، خل الله بين عيونك. نستمر مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. في بغداد تواصل طواقم أمانة العاصمة تنفيذ حملة ضد ما يعرف بالمتجاوزين، الأمر الذي فاقم من معاناة الكسبة ممن يعتمدون على البسطات في تأمين قوت يومهم والترزق منها، حيث أظهر مقطع مصور ملتقط بالقرب من الأسواق المركزية في منطقة الشعب انفجار صاحب بسطية غضبا بعد تهديم بسطته دون أي اكتراث لمصيره. لنشاهد. ولك اسلام بس ارد اعرف اسلام هذولي هذول اسلام هذولي بس ارد اعرف وبلدية الشعب انت ما عندك رحمة، بس ارد اعرف رحمة ما عندك، وين رحمة الله من يمك، وين رحمة الله، وين رحمة الله من عندك، الله لا يوفقك يا الله لا يوفقك، رحمة الله وين رحمة الله، شال ما عندكم الظلم والضمير؟ هذول الحيتان الجيعان ما تحاسبونهم؟ شركوا وياهم؟ والله قلبي قام يوجعني. بالقرآن قلبي قام يوجعني. صار 100 مرة تمردون البضاعة مالتني. والله العظيم الله ما يرضي. بالحسين يعني على باب الله وكاتلنا الحار وكاتلنا الضيف في سبيل نشتغل على باب الله ونعيش عوائلنا. والله العظيم ما يصير. هذا الحار والضيمه وابونا والصمت ما يتدعكس مردون بضاعتنا، والله العظيم ما يصير، الله لا يوفقكم بلديه الشعب، احنا باب الله احنا نريد نعيش. مشاهدينا الكرام نكمل مع حضراتكم في هذا الموضوع. من منطقة الشعب ننتقل بكم إلى حي العظمية في بغداد، حيث ناشد أصحاب البسطات في سوق العظمية الكبير رئيس الوزراء الحالي من أجل الوقوف معهم بعد تهديدهم بإزالة بسطاتهم التي ارتبطت بذاكرة الحي الشعبي وتراثه، واستغرب الباعة والكسبة من قرار الإزالة مبدين استعدادهم للتعاون مع الجهات المختصة وإيجاد صورة حل تضمن تخفيف الضرر عليهم بحال أو في حال تم تهديم مصدر أرزاقهم. لنتابع. نحسن نشيلك يعني كلام واحد ومنطقة وحلو. اجتنا الامانة اول بارحة، اجتنا الامانة اول بارحة يوم 5 بشهر طبت ازالة، لا حد اعترض، لا حد حكى وياهم، ولا حد بتاتا حكينا وياهم كلام واحد، طبوا على الشارع الرئيس ذاك منك على الشارع مقابل الامام ما اعترض، ما وصلوا راس السوق، ما احنا اصحاب عوائل واحنا البسطيات على باب الله، انتوا تقولون نفتح شارع، احنا نفتح لكم شارع، نفتح لهم شارع بحي الشفر بكمله هو وتريلي يطلب من عنده. شنو المطلوب؟ شنو المطلوب؟ احنا سالناهم واجى مدير الازاله مدير تجاوزات محمد، مدير تجاوزات محمد الرجال، اجى ويانا حكينا وياه، احنا ناشد رئاسه الوزراء واحنا نطبق قوانينهم. نطبق قوانينهم، بارك الله بيهم. ترجعون شويه؟ نرجع جهد امكانهم، قد ما يريد يرجعنا يرجعنا، بس المهم ناكل لقمه عيش حتى لو عربانه. عربانه يسوي لي مكان اقعد فيه
حق عمي دينا وكلها حاخذ الشو هاي هاي عالم كل هاللي نجلس وسالي وعد الناس مع واق لما لازم بينانه يعني شو سوى احنا الناس نطلب الرحمه والرحمه من عنده من رب العالمين الرحمه من رب العالمين ثم من بعد احنا ولده احنا ولده احنا كلتنا والله مثل ما قال اخوي احمد كلتنا احنا اول شيء بالدرجه الاولى خريجين يعني اصحاب شهايد يعني همنا ما تعيننا ما قبلونا والان هسه بدنا نشتغل بهاي البصيات على باب الله كل واحد عنده خمسه تقدرون تساعدون ترجعون لي ورا نقدر احنا هسه بدنا ننفذ هاي انت بيدك بدك تصور بدك تباوح هسه احنا كلتنا نفذنا القانون وبدنا نشيل الغراض وبدنا نرجع يعني احنا رجعنا اللي هم قالوا ورجعوا عليه رجعنا. نتابع مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. محمد يقول على الحكومة العراقية وأمانة بغداد توفر لهم سوق عصري لأصحاب البسطيات فورا. زيد يقول عمي والله خطأ هذا التصرف، كلنا نتمنى ترجع الشوارع والأرصفة والترتيب والنظافة، بس عمي بهالحر اللاهب وذول الناس أصحاب عوائل ومو نفر ونفرين، القي لهم بديل وبعدين نفذ كل شيء ولا أرزاق الناس الفقرة. تعليق من أسماء تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وين يروحون كلهم أصحاب عوائل خطيئة. وتعليق مصطفى يقول الدولة هي المسبب للتجاوز بعجزها عن ضمان حقوق الأفراد بتوفير فرص وسبل العيش الكريم. مشاهدينا الكرام نستمع إلى رأي السيد أبو عمر من الناصرية، تفضل يا أبو عمر. السلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله. ياك ابو عمر تسليم من الناصريه. اهلا وسهلا. طبعا هاي عندنا مثله لا اغنيك ولا خليك الجدي. معني؟ نعم. لو انا جاي يحاربون العالم يعني على ايش خطيه؟ نعم. انت لا شايف من بديل مكان وحاطهم بي منظمهم مكان صحيح على انت تدور نظام. نعم. يعني حط لك نظام يعني معقول، شوف لك مكان لهم حتى يقعد ناس بسط وجاي تبيع. نعم. لا انت معينهم، لا انت معينهم، لان ذولا مو بالحزاب يعني نصهم مو بالحزاب، لو بالحزاب شعينتوهم ما خليت ما خليتهم يبصون بالشارع. نعم. زين ولا يعني جاي تحاربون العالم على خبزتهم. زين ولا ويعني لوين توصلوا وياكم؟ لوين توصلوا؟ لو ناس فقرة يعني اقل مسواق مليون مليونين. احنا نعرفها نعرف القضايا كلها نعرفها عمي محمد اسمعني وياك كل احنا نعرف. قال لا انتوا لا يعني لا 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 مفضيهم لا مطيهم راتب، اعطوهم راتب يا اخي هم اصحاب عوائل ذولا. طيب يعني بس ابو عمر هو بالنسبه لاصحاب البسطات والكسبه والباع المتجولين ليش ما يكون اكو تنظيم؟ يعني قلة مكان لو قلة فلوس، قلة اماكن لو قلة فلوس بالنسبة لهذه الحكومة، ليش حتى ايضا حتى تسوي جمالية للمحافظة وليس فقط في بغداد في كافة المحافظات، ابنا انشئ اماكن جمالونات مراكز للتسوق، يعني فالطريقة معينة اجمع بها هؤلاء الباعة في اماكن منظمة نظيفة تخدم البلدية هذا المكان ايضا حتى تحافظ على نظافته، وهم شوفهم هم سيسارعون الى التواجد في تلك الاماكن لان هم ايضا يحبون انه يكون يبيع في اجواء مناسبه في مكان منظف في مكان مرتب. يعني شنو السبب اللي يمنع انه هذه الحكومه تنظم عمل الباعة المتجولين او اصحاب البسطات؟ بالنسبه طبعا هم هاي الحكومه حكومه الميليشيات هي تيجي فوضويه. يعني ما يعني قله العراق ما بي يعني ما بي امكانات يعني هاي ماكو مكانات يعني فارغه لهم تابعه للبلديه. نعم. زين وخليهم انا اضمنهم مكان وخليهم. نعم. زين ليش لا اخليهم مكان وكلكم فساد اداري يعني يعني من جيبكم رازقكم وانتم فسده. زين ولا انتم مال فلوس مال رشاوي مال شغلات يعني دمرت البلاد دمار خطيه ذولا على عيشة اصحاب عوائل ذولا وين يروحون؟ يعني انت من تقلب البسطيه مالته هذا اللي يدعي عليك رب العالمين هذا واحد لا شركه يا الهي. زين لا يعني انتم شنو انتم؟ زين يعني هذا البسط قضيه تعرفون هم عنده عائله جاي يعيش عائلته واحد اثنين هم انا بالنسبه يعني قصدك على كل المحافظات. نعم. يعني والله اكو مكانات بس هم يردون الخربطه كلها فساد اداري كلها فلوس. نعم. زين والله العظيم كل شيء يعني كل شيء يردون يسوون بس هم جاي يخربون البلاد.
طيب أنا أشكرك، أشكرك سيد أبو عمر من الناصرية، شكرا جزيلا لك للمشاركة. يعني اقتدوا بدول مجاورة لنا للعراق، دول مجاورة عندها تنظيم للباعة المتجولين، عندها تنظيم لأصحاب البضائع اللي هي على على مقدار البضاعة فقط ولا يمتلك محل تجاري مثلا، ذولا يتنظم لهم مكان، يتنظم لهم يوم من أيام الأسبوع، تغلق بعض الشوارع من أجل أن يقوموا ببيع منتجاتهم في هذه الشوارع. يعني هذا النظام معمول به. أنتوا انظروا إلى تركيا على سبيل المثال، عندها نظام، عندها طريقة لتنظيم عمل الباعة المتجولين أصحاب المنتجات الغذائية كالخضر والفاكهة وغيرها، لهم أيام معينة في شوارع معينة يبيعون فيها منتجاتهم، أو يتم جمعهم في مكان واحد معروف بأيام الأسبوع ويتواجدون فيه بشكل منظم، تنظم البلدية، وموضوع في قمة الروعة وفي قمة الترتيب. أنتوا شنو يعني شنو ينقصكم؟ ينقصكم أيدي عاملة؟ لو ينقصكم فلوس؟ لو أماكن حتى تسوون بها المشاريع؟ طيب غير أني لما أهدم مكان أو أقوم بإزالة بسطة متجاوزة أو محل تجاوز أو يعني بائع متجول في مكان يعني أبعد من هذا المكان، غير أوفر للمكان البديل؟ لو أنتوا تريدون تراكمون جيوش البطالة والعاطلين عن العمل ترفعون أكثر هذه الأعداد؟ يعني شنو هالفوضوية؟ الناس اللي قاعدة في بيوت تجاوز ليش ما تنشئوا لهم مجمعات سكنية اجمعوهم بيها؟ وبعدين من اللي يبقى يتجاوز اليوم بالعراق إذا وفرت للحكومة كل المتطلبات اللي يحتاجها من أجل أن يعيش معيشة كريمة؟ طيب مشاهدينا الكرام، دعونا الآن ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. طبعا أثار حجم الأموال المرصودة لميليشيا الحشد الشعبي في الموازنة أو ميليشيات الحشد الشعبي في الموازنة العامة التي صوت عليها مجلس النواب الحالي، أثار التساؤلات بين المراقبين السياسيين عن مصير هذه الأموال في ظل الزيادة غير الطبيعية بأعداد عناصر الميليشيات خلال العامين الماضيين، فضلا عن طبيعة الدور الذي ستلعبه الميليشيات في السنوات المقبلة. أعاد المراقبون الحديث عما يعرف بقوائم الفضائيين، وهو مصطلح دارج في الأوساط العراقية للتعبير عن الجنود الموجودين على أرض الواقع ممن تعتمد على قوائمهم الميليشيات في استنزاف خزينة الدولة لتبرير نفقاتها وما تصرفه من أموال. وتتهم الميليشيات الولائية المرتبطة بشكل مباشر بفيلق القدس الإيراني بإدراج آلاف الأسماء الوهمية ضمن جداول التعيينات لتدخل مليارات الدنانير العراقية في خزائن هذه الميليشيات، وذلك من أجل ممارسة نشاطات تجارية وأخرى عسكرية لتكريس نفوذها الطائفي في العراق والمنطقة، فضلا عن تمويل وسائل الإعلام الخاصة بها لمهاجمة خصومها وتغذية الطائفية في العراق. المزيد من التفاصيل بشأن الميليشيات في ذكرى تأسيسها مع الانفوغرافيك الآتي من إعداد قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية، لنشاهد. We'll be right back.
نصل الآن مشاهدينا الكرام إلى فقرة الهاشتاج. كشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف عن وجود مفاوضات أجراها المرشد الإيراني علي خامنئي مع الاحتلال الأمريكي تمهيدا لغزو العراق في عام 2003. وجاء في تصريحات ظريف أنه أجرى 3 جولات من التفاوض مع الولايات المتحدة بشأن العراق، جولتان قبل الحرب عام 2003 وجولة بعد الحرب، كلها كانت بإذن مباشر من خامنئي. وأشار إلى أنه كان يرفع التقارير بشأن تلك الجولات إلى خامنئي مباشرة في اعتراف صريح على التخادم ما بين إيران وما بين واشنطن ومسؤوليتهما التاريخية عما جرى في العراق. هناك وسم تداوله المغردون في موقع تويتر وهو اطردوا عملاء أمريكا وإيران فقد عاثوا في أرض العراق فسادا، هكذا يرى محمد الغرباوي. إحسان يقول: آلاف الشباب هاجروا العراق لأسباب مختلفة كثيرة، سواء من جحيم الحرب أو من الفقر والبطالة أو من خوف وتهديد، والبعض منهم ليس عاطلا عن العمل بل هم من أصحاب الاختصاصات النادرة في مجال الطب والهندسة أثروا بها الدول التي منحتهم حق اللجوء والحياة. عبد المقتدر يقول: القضية ليست قضية فساد فحسب بل قضية كرامة شعب وسيادة وطن. إيران وأمريكا تتحكم بهذا البلد العريق، الثورة لا بد منها لطرد عملاء الشرقية والغربية، ويرجع العراق إلى شعبه الكريم. العراق محتل من قبل أمريكا وإيران. تغريدة من جاسم يقول: بالرغم من أن العراق يعم على بحر من النفط فإن ثلث سكانه البالغ عددهم 42 مليونا يعيشون في الفقر مع ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب. بهذا مشاهدينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.